النهارده هنحاول نخمن اللاعب عن طريق قصه الشعر بتاعته في الحقيقه. لو ما عرفتش اجاوب صح هاخد اسوا لاعب من نفس الجنسيه. فزي ما شايفين يا جماعه، اول لاعب معانا هيكون ايرلينج هالاند. عندنا ده وده، بصوا اللي تحت شبه سوتشيك ماشي، اللي فوق شبه كيريس حارس ليفربول 2018 اللي طلع ليفربول الابطال، هقول بي اللي في النص. الحمد لله، الله ينور ابو التكساوي. كده ايرلينج هالاند هيدخل معانا التشكيل. على مدار بقى الفيديو يا جماعه هنحاول نبني تشكيله فوق ال 90 ريت، يا اما هبتدي الماتش 1-0 للخصم. طب وايه المشكله يا عم بولتكس؟ يعني لما تبتدي 1-0 للخصم، ما هحرك. لو خسرنا الماتش هعمل كويك سيف لاعب عشوائي للفريق، واعتقد ان الفرقه مش هتبقى رخيصه خالص. اللاعب الذي بعده لوكا مودريتش. بصوا يا جماعه، اللي فوق شبه مودريك بتاع تشيلسي، اللي في النص معرفش، هقول ده اخر واحد تحت. يا رب ربيت الغباء، ما هي القره باينه هيك، انا المفروض نبص على التجاعيد، الخطين دول ما هم. فاسوا لاعب من كرواتيا عندنا هو توما سيتش الاخ، 54 ريتنج، طبعا واجهه مشرفه جدا، مش موجود منه في السوق، اما خبر حلو قوي بصحيح. تاني اسوا لاعب من كرواتيا عندنا في اللعبه كلها هو الاخ بولجان ده، حارس مرمى 59 ريتنج، انا استحي ان انا اوقفه اساسي بصراحه، احنا هنركنه بره دلوقتي يعني مؤقتا. اللاعب الذي بعده يونج مينسون. بصوا يا جماعه ثانيه واحده، احنا هنخلي سيري هي اللي تختار عشان يكون معانا نوع من الصعوبه. طبعا هي رقم سي هي اللي صح، انا يعني حاسس او مش حاسس، متاكد بنسبه 90% ان هي اللي صح، عشان شعر سن غالبا بيبقى نازل النازله دي. اللي فوق ده شبه ديلي الي اصلا، وده ما حدش يعرفه اساسا. هي سيري بيك مي ا نمبر بتوين 1 اند 3. ترجلي ايه، قفلت الخط ولا ايه؟ بيك مي ا نمبر بتوين 1 اند 3 يا حبيبتي. That would be 2. رقم 2. ربنا ياخدك يا حبيبتي، God bless you. I'm not sure I understand. ايوه استعبطي بقى دلوقتي. اسوأ لاعب من كوريا في اللعبة كلها حاليا هو الاخ هينج كانج شونج ده، حارس مرمى برضو، ولكن ده 48 ريت بقى، يعني فاهم، بنعلي على المرة اللي قبلها. حد يقولي طب ما انت بتحطهم على الدكة، يعني ايه الصعوبة في كده؟ هقول لحضرتك ما هو ده بيأثر على الريتنج بتاع الفريق اللي احنا محتاجين نوصله 90 علشان ما نخسرش الماتش. اللاعب الذي معنا ستيرلينج تقريبا. بصوا يا جماعه، هو عمل التلات قصات اصلا، يعني عمل دي زمان مع بصوا انا هي حاليا اخر واحده، يعني قصته دلوقتي في اللعبه وفي الحقيقه اخر واحده. ايوه بالظبط، انما الاثنين التانيين انا متاكد ان هو عملهم اصلا زمان. يعني يدخل معنا الاخ رحيم الى مركز الجناح اليمين. الذي بعده معنا برونو فرنانديش. صعبه؟ لا مش صعبه، ده مش برونو كده كده غالبا. ايه سي؟ صعبه على برونو، حاسسها مش لايقه. ايوه الله ينور، ماشي. هي يعني مش مميزه اطلاقا، يعني فاهم، اي موظف في الشهر العقاري هيبقى شعره كده عادي. فرسميا الاخ برونو فرنانديش يدخل معنا للتشكيله. عندنا حتى الان ثلاث لعيبه دوري انجليزي، يمكن الكيمستري تظبط ونديها بوست للريتنج كده ولا حاجه. اللاعب الذي بعده هو ساني. هو اقرع حاجه رهيبه جدا الحقيقه حاليا. ساني تقريبا ايه هو عامل نعتذر لسوء المعامله. استاذ حضرتك يا فندم، تقفل الراوتر وتفتحه تاني. اسوأ لاعب الماني عندنا هو الاخ كودالا، 59 ريتنج، ثالث دكه معانا، وحتى الان يعني انت متخيل ان احنا ممكن نوصل بفريق فعلا المفروض ان هو يطلعنا فوق ال 90 ريت، ولكن ما نطلعش بسبب الدكه دي. اللاعب الذي لا كليان مش محتاجه، هو ما بص اهي راسه شبه البيضه، يعني بص هتلاقي هنا حاجه اللي هو لا دي بيضه، احنا رقم ايه وش يعني، هو اصلا ما عملش قصه في حياته غير دي. بص زوب كده معانا يا مخرج اهو، بيضه او فوله، يعني مش هنختلف كتير. يدخل معنا الاخ كليان امبابي، 92 ريتنج، الكارت بقى احمر وجميل فجاه كده، ما اعرفش ايه اللي حصل، ولكن انا تمام نطمن. يا سلام لسه محتفظ بسعره زي ما هو. اللاعب الذي بعده انطوان جريزمان. هو ما عملهمش كلهم، بس قصته حاليا حتى باينه اهي من الفلتر سي، يعني بص هو فاهم مش صعبه دي. الانتوان جريزمان لسه عندنا في الفريق، نسخه ال 89 دي ما رميتهاش، كانت فريق شهر وحركات ومفروض ان هو كام كويس يعني. اللاعب الذي بعده دي بروين. قول الله، دي بروين بيجيب شعره على جنب صح؟ اول واحده ايه يا جماعه؟ رقم سي دي بتاعت ماونت اصلا. ايوه الله ينور، رغم ان هو دلوقتي عمل قصه ثانيه اللي هي عمل حاجه لورا كده تحسه فاهم اولد ماني ستايل، بس احنا هنعتمد ان هو بيجيب شعره على جنب عادي. افضل خط وسط في العالم حاليا الاخ دي بروين، ابو 6 مليون، ابو 6 ايه مليون. واللاعب الذي بعده فان دايجك، تحسه مسجل خطر بال ثانيه في قصتين شبه بعض، اخر واحده كده كده ده اقرع، انا هقول بي الاولى بتاعت نونيز يا جماعه، اعتقد الاولى بتاعت نونيز. ايوه بي لايقه يعني، فاهم تحسها لايقه عليه شويه يعني. بعدين ثانيه اللي فوق اصلا في فرق لون بشره عليك، ده فان دايك اسمر، ايه ده ابيض، ده عبط احنا ولا ايه؟ ما تدوس لايك واحد الله، احنا الحقيقه عندنا ثلاث نسخ فان دايجك، ثلاثه يعني فاهم، احنا برضو بنحب نتوصى يعني، فهناخد واحده منهم مفيش مشكله، دفاعنا تمام.
تمام. طبعا يا جماعه احنا غيرنا الفيديو لان الفيديو التاني المدافعين فيه تقريبا خلصوا واحنا كملنا التشكيله تقريبا. ده ميليتاو يا فينيسيوس؟ بس هقول ميليتاو، هقول ميليتاو. الحمد لله قدر ميليتاو، هو الاثنين عاملين نفس الحلقه بالظبط تقريبا، ولكن ميليتاو ما عندوش يعني لا ميليتاو عنده الخطين دول، فينيسيوس هو ما عندوش الخطين دول. فينيسيوس شعره عادي. انا الحقيقه اعترض على سعر ميليتاو بشده الحقيقه، يعني اعتقد ان هم محتكرين السلعه، ولكن هنشتري نسخه ال 88 ويعني المفروض ان كده دفعنا يبقى تمام قوي بقى يعني يا رب. اللاعب الذي بعده تقريبا ده الكازر كورتوا، تقريبا ده الكازر كورتوا يمكن. والله الفيديو فيه حراس مرمى، ماشي للاسف هنجيب الكازر كورتوا مؤقتا، يمكن يجي لنا حارس مرمى قدام. مضطرين نشتري الكلب الوضيع الكازر الحقير الرديء ونوقفه في حراسه المرمى يربط لينكات مع ميليتاو. الذي بعده غالبا ارنولد، ارنولد باين من الحواجب صح؟ ارنولد عامل القصه دي دلوقتي تقريبا. ايوه ارنولد. هو ثانيه ارنولد كده دلوقتي ولا كده ده من فتره حبه حلوين؟ معرفش بقى انا. المهم احنا بنحاول نعرف اللاعب من القصه، مش شرط يكون عاملها دلوقتي. يعني عندنا ارنولد التيم اوف ذا يير، اعلى نسخه موجوده منه حاليا في اللعبه ب 100,000 جندي، يخش معانا للتشكيله ومنتظرين بقى عرضياتك على اف هالاند لقدام لو سمحت. حاليا يا جماعه باقي لاعب واحد بس، محتاجين اربعه ريد اربعه. هل تعتقد عزيزي المشاهد ان احنا قادرين؟ لو تعتقد دوس لايك معانا، لو ما بتعتقدش اشترك. طب معانا اشترك. طب لو انت لا راي لك، يعني لا انت بتعتقد ولا انت ما بتعتقدش، يبقى توحد الله خلاص في سرك كده وتمام. اللاعب الذي بعده مبدئيا كده ده ادوارد كامافينجا حضرتك، مش هقعد احنا بقى يعني انت برضو ما تحاولش ان انت تفتكر ان احنا مش بتوع كوره، لا اعتذر، احنا بتوع كوره قوي ولن اسمح باي تقليل. وتبا للسير اليكس على تبا للخصم اللي هنقابله بعد شويه. انا عندي خبر مؤسف، وهو ان انا كنت فاكر ان كامافينجا له نسخ. لا والله ليه نسخه لسه هقول. انا على ما اتذكر ان اخر نسخه كانت حلوه ليه كانت في اللعبه اللي فاتت اللي هي النسخه الخضراء، بس والله طلع عنده فاير ومشطشط وحركه و200,000 جندي. تعالى يا فندم تعالى، 200,000 جندي برده 87 ريتنج، يعني زق معانا الريتنج شويه. الفريق 88 بس لسه معانا 1 2 3 4. بصوا احنا الاربع مراكز دول هنملاهم اعلى لعيبه عندي في الفريق. هناخد بلغم ماشي ورودري، وناخد اليسون بكر مثلا. حطيت يا جماعه الاربع لعيبه، ولكن للاسف الريتنج 89 اقل من 90 بواحده، فهنبتدي الماتش للخصم 1-0، او اللي هو هنجيب جول يعني هدف عكسي. لو خسرنا الماتش ده يا جدعان هنعمل كويك سيل للاعب عشوائي من الفريق. انا هبقى بجد عايز اعمل كويك سيل لاي حد غير دي بروين ومبابي، اي حد في الفريق ما عنديش مشكله. دعونا ننظر معا الى تشكيله الخصم الساذج الذي سوف يحط عليه اليوم. بص بقى يا كابتن، لا تقول لي فوت شامبيون ولا بتنجان، انت تنجز كده من اولها وتايه وتدي الثرو على طول لجريزمان اللي هيروح ماشي. وعشان الواد عارف ان انا جريزمان عنده في نسات ايه فاصل اعلاني. بص بقى ادي لا انت بص استرجل معانا كده سيرلينج عشان بس ما اجيبش في سيرتك بالله عليك. هوب بس اما نتناقش معانا، انت مفكره فان دايك الجول ده خلاص هتعدي يعني ولا عايز ايه؟ السلام عليكم، انت راجل لذيذ على فكره، انت راجل لذيذ يا ولد. يا ستيرلينج الاول، انظر معي الى ستيرلينج في اللبس البنفسجي الذي دفعنا فيه ماله قلبنا. اوعى تكون مفكر عشان دفعنا جولد فهي هتبقى سايبه، لا انا بحذرك وممكن اعمل حاجات كتيره جدا، منها ان انا ايه؟ منها ان انا هالاند مكسور. واحد هلال يا ابني، ما انت كنت هتحطها، انت ما انت كنت هتبقى ذوق، كنت هتبقى يعني رجل محترم ذو قيمه كده في المجتمع، ليه ترجعت عن الفكره؟ لا 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 انا غير راضي، انا غير راضي، انا متضايق جدا على التعويره الواوا اللي انت عملتها لي دي يا كابتن. عشان اسامحك عايز جول لو سمحت. ايوه ماشي هقبل اعتذارك يعني. ايه ده انا نسيت اجيب له جول في نفسي، نسيت اجيب له جول في نفسي، لسه متذكر حالا. تفضل عزيزي الخصم الرديء، تفضل معي. انظر معي عزيزي المشاهد الى احد الاخصام الرؤداء الرادئين الساذجون الذين سوف يتم الحط عليهم من قبل رحيم ستيرلينج وحيدا او بمساعده هالاند يعني ما يضرش. لا ربنا المنتقم بقى، ربنا المنتقم والله. كورة عند جريزو، جريزو روح يا روح يا. السلام عليكم. الواد قرا الروح ياض ولا ايه؟ لا 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 ياها، اثبت مكانك. بص أي حركة تهور هستلم بجريزمان وأعدل
واديك الكوره. خد يا ادم، اقول لك يا ادم انت فاكرها سايبه ولا ايه؟ ايه ده احنا كل ده 2-1، انا عمال استهبل. طب يا جماعه معلش نجيب جول بقى كده، يعني نضمن ماشي بقى كده، نهبل بقى براحتنا، نكمل استهبال عادي. ايوه مظبوطه دي بروين، الباصه دي عجبتني يا حبيبي، برافو عليك. يا رب انتقم من هالاند يا رب. الاورنيلد، ايوه كمل بقى معانا، كمل. يخرب بيت الواد بقى، انفراد بسرعه رهيبه. الواد اتعادل يا جماعه عشان انا عمال استهبل. طب انا معلش لن اسمح بهذا لا والله ما هسيب ده. حلو انت، ايه ده ايدك لا توحشك. برونو عدى وفات، راح البرون ولكن الحارس. يا يعني نوع من التجديد، هنديها واحدة خارج المنطقة تانية. تمام ثانية واحدة، خد دي. تمام ثانية واحدة، خد دي بقى. دي جول معلش تعبنا فيه. بص دي، سلام عليكم. انت قد الحركه دي؟ انت السؤال بيقول هل سعادتك قد الحركه دي؟ ماشي خدها دي بروين، روح دي بروين، هي دي بروين، هي ساتر يا رب. لا 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 لا، انا ماشي يا عم. سلام. انا بحذر الجميع لو خسرت في اخر لحظه لن يحدث خيرا. انا بقول اهو كابتي، والله العظيم عيب على سنك. الحمد لله يا جماعه، انتهت المباراه نتيجه 3-2 مستحقه ومدروسه. في حته ما في شاشه تلاقي فيديو دوس عليه وبس كده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.